رمضان كريم مشاهدي قناة الظفر الأعزاء ومتابعي منصات مواقع التواصل الاجتماعي. رجعنا لكم ورجعت جوائزنا القيمة مثل ما عودناكم في شهر رمضان المبارك، وكل يوم بنربح ثلاث أشخاص جائزة نقدية قيمتها 500 درهم إماراتي لكل رابح. سؤالنا لليوم: ما هي الأكلة التي تم إعدادها في الحلقة الثامنة من برنامج أرب فود على قناة الظفرة؟ الشاكرية، البازين الليبي، مجبوس الربيان. كل اللي عليكم تسوون فولو لمنصات الظفرة من حساباتكم اللي تحمل اسمكم الحقيقي، تشيروا الفيديو وتمنشنوا أصدقائكم بتعليق فيه الإجابة الصحيحة على سؤال الحلقة. الكل معنا رابح، ورمضان كريم علينا وعليكم.